أيضا بدأت باعتبارها فضاء ذكوريا، ولكن سرعان ما اقتحمت المرأة. ما زال في بعض مدننا المغربية من العيب والعيب الكبير أن المرأة تجلس في المقهى، وكاين ربما مقاهي اللي عندها أبواب خاصة بالنساء، إذا وكاين فضاءات يعني الاختلاط فيها كذلك غير مسموح. نعم، وفي المغرب الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو أن حتى في خروج المرأة إلى الشغل إلى العمل، دخولها الآن في العمل السياسي إلى كل هذا يثير نوع من المقاومات، ولكن هذه المقاومات لا تلغي حقيقة الواقع. الواقع الآن هو أن المرأة كاين وعي جارف الآن لأن المرأة ينبغي أن تأخذ مكانها على قدم مساواة مع الرجل في جميع المجالات. ربما لا نناقش مجال المقهى فقط، مجال بين المجالات نناقش ربما أنه على المستوى المبدئي دخول النساء والرجال وجلوسهم في المقاهي مسألة مسموحة، شريطة ربما تدبير أمثل. هي الملاحظة السوسيولوجية، مقاهي في مراكش في طنجة الزبائن هم نساء أكثر من الرجال. نعم. الواقع الآن يجب أن نقرأ الواقع متقدم على بعض دون أن نذكر أسماء. نعم. هناك في بعض الحالات نجد العدد كثير. نعم. هناك مقاهي خصيصا، بمعنى أن كاين وظائف ديال المقاهي هي عندها وظيفة معينة. يعني ما أردت أن أقول الآن الواقع ينتصر على بعض التولات. فاصل قصير سأعود، فاصل قصير نعود بعده لاستئناف النقاش وموضوع عدد اليوم اغتياد المقاهي لرجال ونساء كذلك، نلتقي بعد لحظات.